خليني في البداية أقول لك بمناسبة نجود في الصلاة. أبو يوسف اللي هو تلميذ أبو حنيفة، وأبو يوسف ده قصة لوحده. أيوة. أبو يوسف ده كان من أدبه مع أبو حنيفة لما يقعد في البيت، هو ساكن مثلا في أكتوبر وأبو حنيفة مثلا ساكن في التجمع، فأبو يوسف لما يقعد في بيته اللي هو في أكتوبر يخاف يفرد رجله كده، فيقولوا له ليه؟ يقول أخشى أن يكون شيخي أبو حنيفة يجلس فتكون قدمي في مقابلة وجهه. ما أصلي جميل أبو حنيفة على أبو يوسف عظيم قوي. أبو يوسف ده كان راجل عيل صغير شيال مع أبوه، فأبو حنيفة لقى فيه النبوغ، فقال لأبوه بقول لك إيه، سيب الولد ده بياخد قد ايه، بيجيب قد ايه في اليوم؟ قال له درهمين، قال له خد ثلاثة وسيبه، فاني اعلمه علما لو احسن سياكل الفالوذج. فالوذج ده نوع من انواع الحلوى كانت تصنع في الاندلس للقضاة والامراء فقط. يا سلام. وابو يوسف بعد كده يتولى قاضي القضاة. المهم ابو يوسف ده سمع عن واحد اسمه حاتم الاصم. حاتم الاصم. فقال للتلامذة بتوعه تعالوا نروح نقعد نسمع ونسأل الرجل، فإما أن نجلس له وإما أن نعرض عنه. احنا نروح ونسأله، فلو لقيناه عنده علم وفقه نقعد نسمع منه، وفوق كل ذي علم عليم. عليم. والناس موتى وأهل العلم أحياء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإن لقيناه رجل قليل في الفقه نمشي. فدخل أبو يوسف بتلامذته على حاتم الأصم وقال أخبرني عن الصلاة. ده أبو يوسف بيسأل حاتم الأصم أخبرني عن الصلاة. فقال حاتم رضوان الله عليه أتسألني عن أدابها أم عن كيفيتها؟ تسأل عن إيه؟ الأدب بتاعها ولا كيفية؟ فأبو يوسف قال سبحان الله، سألناه سؤالا فأجاب بسؤالين. الرجل ده أخبرني عن أدابها، يلا هات الأولى عن أدابها. فقال حاتم آدابها أن تقوم بالأمر وتمشي بالاحتساب وتدخل بالنية وتكبر بالتعظيم وتقرأ بالترتيل وتركع بالخشوع وتسجد بالخضوع وتتشهد بالإخلاص وتسلم بالرحمة. خلي بالك من المعاني كويس قوي، كلها معاني تتعلق بالقلب وبالعباد. قال له طيب أخبرني عن كيفيتها، يلا دي الأداب، هات الكيفية، كيفية الصلاة. فقال حاتم تجعل الكعبة بين حاجبيك والميزان نصب عينيك والصراط تحت قدميك والجنة عن يمينك والنار عن شمالك وملك الموت خلفك يطلبك، ولا تدري بعد ذلك أقبلت صلاتك أم ردها الله في وجهك. كمان قال أبو يوسف لحاتم الأصم منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال أصليها منذ 20 سنة. فقال أبو يوسف لتلامذته قوموا لنقضي 50 سنة فاتت من صلاتنا. لأنه ما كانش بيصلي بهذه الطريقة. هو بيوريكي أنا ليه بقولك الكلام ده، علشان في ناس كتير قوي لما تيجي تسمع عن سيدنا عروة بن الزبير ولما قالوا له عايزين نقطع رجلك وخد مخدر، قال لهم لا، إذا كنت في التشهد الأخير خلي بالكوا هيقطعوا رجله، ولازم في الوقت ده يحطوها في زيت مغلي عشان يكتم الدم. ما كانش فيه غرفة عمليات وما كانش فيه اللي عندنا التقدم ده. فأمر مش سهل إن أنت تقطع رجل إنسان وهو يشاهد وهو يحس ويشعر ويتألم وبعدين تحطها في زيت مغلي. فقالوا له خد حاجة تغيب عقلك. قال حاشا لله أن آخذ شيئا يغيب عقلي. إذا كنت في التشهد الأخير فافعلوا بجسدي ما شئتم فإني لا أشعر لأنني أكون في حضرة رب العالمين. بالفعل أطعوا له رجله وحطوها في زيت مغلي. فبيقولوا له شعرت بإيه؟ قال والله ما شعرت إلا كقرصة النملة تقرصني. شوفي في المعية قد إيه، وشوفي الراحة قد إيه،
وشوفوا انتوا نتكلم عن بشر، عن ناس عاديه. هؤلاء هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، افضل الصلاه والسلام، هؤلاء هم قدوتنا. عشان كده انا ما بكلمك عن سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيرتعد قبل الصلاه ويخش الصلاه، الصحابه ما تميزش قراءه الفاتحه منه من كثره البكاء. ليه؟ لان هو كان يستشعر انه يقف بين يدي رب العالمين. اول مره لما قالوا لي تعالى قابل الست دعاء تقعد في اجتماع، بقيت واقف ساعه كده في الدولاب بتاعي اطلع انهي كاكولا وانهي نظاره وانهي حذاء وانهي زرار وانهي ساعه. واقف ساعه. لو قالوا لي تعالى النهارده قابل وزير او محافظ، اقعد انتقي الكلام واختار البسمه واتصنع الود. فما بالك بقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أنت اللي بتحدد الميعاد. تمام. وأنت اللي بتقف قدامه كيفما شئت وحسب ما شئت. ومع هذا شوف جماله وشوف عظمته، أنك تقف بين يديه وهو يعفو ويغفر. إذا أنت سهوت في صلاتك فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.